أصنع مسحوق الأسنان بالمنزل لأبيعه في السوق، وتساعدني العائلة كلها في مشروعنا الصغير. اسمي محمد نعيم الدين، ونحن نصنع مسحوق الأسنان عن طريق خلط الرماد والفلفل الأسود ومواد ملونة وكيميائية أخرى. ثم نجفف الخليط ونبيعه في السوق. نبيع العبوة الواحدة بحوالي 60 روبية. ومنذ عامين خف بصري تدريجيا، وتوجهنا إلى مستشفى محلي. ولكننا وجدنا أن الجراحة تتكلف 50,000 روبية، وأنا لا يمكن أن أحوز هذا القدر من المال. لقد لجأت لعمل إضافي في مصنع للشموع لأدخر المال الكافي للعملية، ولكنهم سرعان ما استغنوا عني بسبب كثرة الأخطاء التي ارتكبتها، كما انخفضت إنتاجيتي لأنه قد صار من الصعب علي تقدير الكميات السليمة للمكونات. دعوت الله أن يساعدنا حتى سمعنا عن مخيم نور دبي لعلاج العيون وإجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى أمثالي. تلقيت العلاج والمعاملة الطيبة، وعدت إلى أهلي فرحا بالنعمة التي أنعم بها الله عليّ.